بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جاي لنا الاستاذ ابراهيم من السويس، طبعا بياخد مننا الشيخ اهو ما شاء الله الف هنا وصحه. طبعا زي 40 كيلو ما شاء الله تبارك الله عليه، وعلى حلاوته وعلى جمالته وعلى طعمته. الشغل بقى اللي جاي ان شاء الله في السويس، لعام انتم بخير. واحنا جينا نبروه هنا برضه عشان نوريكم الشغل على الطبيعه كده مع الاستاذ احمد والحاج ام احمد، ربنا يديه الصحه. ربنا يبارك فيك. خش يا حبيبي، خش كده امسك يا ابراهيم اهو، اتعلم من احمد. بسم الله ما شاء الله اهو مستوي وزبده، ده الشغل بتاع اخر جمال السمك البوري بتاع البحر المتوسط الجميل اهو. شغل لسه جايبينه اهو من بدايته، وان شاء الله الشغل ده نعرضه في العيد وناخده كده من هو جاي النهارده. ابراهيم جاي هيفطر عندنا، احنا النهارده دلوقتي المغرب هيدنا اول، هنفطر في السيخ يا جماعه. المغرب هيدنا النهارده 12 رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وجاي يفطر عندنا، شوف الاوردر بتاعه هياخد كام. وطبعا عند اول يا جماعه هو في السويس وفي سيخنا زي السيخ، يعني هو اللي بياخد مننا ما شاء الله. شوف احمد بياض يا جماعه، شوف الزيت اللي طالع. افتح يا ابراهيم، عايز تفتح ايه؟ بصوا بقى كده، اهدى شوف الزيت اللي نزل ده، السمين اهو شايفين ده الفسيخ اللي ابراهيم هياخده لكم السويس يا جماعه اهو. ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده اخر جمال وحلاوه وطعامه. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلكم عيد سعيد عليكم. ابراهيم يا جماعه فاتح في السويس، يعني بدل لو انتم عايزين تاخدوا منه خدوا من عنده، هو بياخد من عنده، هو في السويس وفاتح محل هناك. وربنا يكرمه ويجعله وش خير عليه ويجعله نص اللبن عليه يا رب ان شاء الله. شغل انا شفته على الطبيعه وشفته في التفسير ومراحل التفسير والنظافه وكل حاجه، بسم الله ما شاء الله. حاجه معلش هو جاي عندنا، هو جاي على الغافي، هو جاي والله انا عايز اشوف حته وراح صور في المخزن وجاي على حاجه. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديكم على النظافه والجمال. يعني هو قال لي انا هاجي افطر معاك في سين، قلت له حاضر على عيني وانا هفطر معاك في سيخ ابراهيم. الفانو شيف يا رب، ربنا يبارك لك يا رب. شو بقى الله 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 على الجمال. طول عمري بتفرج على فيديوهاتك، اول مره اعرف مكانك. لا بس مش اللي لسه نفس اللون. بسم الله ما شاء الله، بحط شغلته يا جماعه. التليفون بتاعي ده والله انا بحط له الفناتر اللي هو طبعا ده ينزل الفيديو اللي هو مصوره الطبيعي اهو يا جماعه. ان شاء الله كل حاجه على الطبيعه، لا قطع ولا نسخ ولا مونتاج ولا اي حاجه. هو الشغل ده لا انا ما عنديش مكياج اهو، ميك اب ربان اهو، ميك اب ربان. ما بحطش لا باهيه ولا بحط روج ولا بحط حاجات من دي. واهم حاجه يا جماعه برضو بعيدا عن الجوده كده، نظافه المكان والحاجه كلها محطوطه اهي، ويعني ايه شغل نظيف ما يوصلوش ولا اي حاجه. انت شفت المخزن هناك دلوقتي ووريتك سواء هنا او هناك. بسم الله ما شاء الله، وده الحاجه اللي خلتنا طبعا يا جماعه. عايز اقول لكم حاجه، هي الفسيخه بتبقى اللون ده بتبقى خارجه من البرميل طبعا، اما بتيجي تتحط في الورقه عشان برضو ابراهيم لما يروح له حاجه اللون بتاعه بقى ده بيروح. يعني اللون ده بيغير، يعني هتلاقي اللون ده راح، اللون ده راح. لكن الفسيخه من جوه ده مش زي ما انا كنت مطلعها. الفسيخه من جوه هتبقى زي دي بالظبط، يعني انتوا فاهمين، يا بتطلع حمرا ده مش لعلي، ده ميته طبعا بتطلع ميه. وبعد كده اما بتتلف في الورقه اهي ما شاء الله تبارك الله، هنا وعافيه وصحه ولا ياكل. افتح واحده بقى من الاربعه كمان يا احمد، ان شاء الله خد اربع واحدات. ده برضه حجم السمك من الكبير من الثلاثه عندك هيا. اي واحده يلا من هيا. بص يا دي برضو الحبتين كيلو، افتح واحده من الصغيره عادي. اي واحده صغيره ده صغير. بص عشان برضو السمك الكبير احنا وريناه، يعني انا وريكم الصغير اهو. حتى الصغير جميل وملحم، هتشوفوا بقى الصغير، هتشوفوا الصغير وجماله وحلاوته والناس على الله الله. بسم الله ما شاء الله الله. نفس السمكه يا جماعه، في حد يا جماعه عنده سمك صغير بالجمال ده وباللحم ده وبالزبد ده وباللحم ده اهو، مليان لحمه جمال اهو. ده مش دم يا جماعه، ده قلت لكم يعني من اوله لاخره زي ما انتم شايفينه. دي من اكبر حاجه لاصغر حاجه، حاجه جميله يعني. بصوا حاجه حلوه الاثنين اهم، دول لحمه واحده اهو. احنا هي سايحه بس انا بطلعها كده. ايه كلامنا مجروح عن ام احمد، لان احنا من معجبيها من قبل ما نتعامل معاها، فاحنا جايين من المكان ده. ان شاء الله يبارك لك يا ابراهيم، ربنا يبارك لك ويجعله وش الخير عليك. السمك زي ما انتم شايفين كده، ده الصغير جمال ده ابراهيم يا جماعه من السويس، اللي عايز يروح ياخد من عنده.
حاجته نظيفه وحلوه. احنا بنبقى ننضف دوق بقى انا ايه اجرح صيام. بسم الله اجرح صيام على نفسك. ماشي اللهم لك الصمت على اسكاك افطرت اهو. احنا ايه اجرح صيام على نفسك. عملنا حاجه جديده حاجه جديده وجميله ايه. وانا هفطر معاك. بسم الله. واحنا هنفطر مع ابراهيم النهارده حاجه زي الفل وحاجه جميله قوي. الحدوق جميل. اكل اكل المدام من بعيد كده. ده كده مظبوط فعلا. اكل المدام من بعيد. انت انا حاسه ان الموضوع بقى ايه. الموضوع شكله شكله مع ان انا مش من هوايات الفسيخ خلي بالك بس جميل فعلا. لا ده جميل. انا وعافيه الاثنينات جميل. الاربعات جميل. الثلاثات جميل. كل فسيخنا جميل وكل فسيخنا حلو. واللي هياخد من عندنا هتاخد برده بتاع بني مزار. طبعا الفسيخ اهو اللي هتاخد منه يا جماعه. الناس كلها اللي هتاخد من عندنا هتاخد فسيخ حلو. ام احمد اشهر من نار على العالم وزبائنها في كل مصر من اسوان لحد اسكندريه. أيوة. معروفه يعني. واحنا متشرفين ان احنا واقفين معاكم والله وبنعرض الشغل من مكانكم. الله يبارك لك. يلا يا احمد كده وادي لهم بقى الفطار. وكل سنه وانتم طيبين وتنورونا وتشرفونا ان شاء الله بقى نستناكم. وابراهيم عنده سردين برضو. عنده بطاري. سردين رنجة. عنده كل اللي انتم عايزينه. عنده رنجه جميله ببطرخه. عنده كل حاجه. وكل عام وانتم بخير وان شاء الله مستنيينكم بقى في العيد. ربنا يبارك لك يا رب. وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله. على فكره المحل تقول في نبروه ده من عارف نبروه. المحل يا جماعه في نبروه اساس الفسيخ يعني. ابراهيم في نبروه. تعالي انت بقى اطلعي. لا اطلعي صور برضه انا ضفت. اطلعي على المسرح. اطلعي ليه؟ مش هتطلعي على المسرح؟ اطلع. امسكي الحديده بقى. اشربي بقى شويه ميه. اجرح صيام. البوكي ما يبص اتغير. شايفين الجمال يا جماعه؟ اهدي تسلم ايدك يا احمد. يا جماعه بيقولوا ام احمد بس الاساس احمد. والله احنا من غير ولادي يعني صنعتهم وعمايلهم وكل حاجه والسلسله دي انا بموت فيها بصراحه. عايز اعرف مش ماسك فيها. كده ام احمد عشان ايه برضه؟ اجرح صيام. لا انا عشان بقول لك اقعدوا انتوا بقى مالكوش دعوه. اقعدوا انتوا كله بقى. اقعدوا انتوا. مسكي كده يلا بس اما احط لهم البصل. معلش انتوا بدل بلاستيك كده. هجيب لك انا هجيب لك اهو. دي حاجه اخر جمال وحلاوه طعمها. يلا بقى اقفلي بقى يلا. اقفلي عشان اعمل واحد ثانيه.